العدد المشاركين السنة هذه أحسن من السنة الماضية، وأيضا بخصوص المواضيع اللي انطرحت في المؤتمر، يعني طرحوا مواضيع عن الطاقة وعن البيئة وعن المي وعن المياه بكثير مهمة بخصوص بتخص العمل الخيري والعمل الإغاثي. كانت المواضيع السنوات الماضية بشكل مباشر بتحكي عن العمل الإغاثي والعمل الخيري، بس السنة هذه طرحوا مواضيع كثير مهمة حوالين العمل الإغاثي والعمل الخيري، وهذه أيضا مهمة. بخصوص المشاركات، احنا مشاركتنا السنة هذه متميزة على نطاق الجمعيات الخيرية. ما في جمعية عندها مركز طبي تابع للجمعية. احنا عملنا شغلة بالاتفاق مع المنظمين للمعرض والمؤتمر انه احنا نسوي فحص مجاني للسكر والكبد الفيروسي، وهذه من الامراض اللي موجودة بكثرة في الامارات، السكري خاصة. فاحنا عملنا فحص طبي مجاني لكل الزوار والعارضين واي شخص بيجي على المعرض، من باب ايضا تقديم خدمة للمعرض وتقديم شيء مختلف للمعرض. من 100 صراحة كامل الرضا. الاندكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات كل سنة ما شاء الله بتحاول انها تضيف شيء جديد، بتحاول انها تطور. احنا تعاوننا مع اندكس متطور كثير على مستويات مختلفة وعلى عدة مشاريع. صراحة انا بشيد في الاعلام كثير اللي في المؤتمر، متواصلين دائما، شباب متعاونين بخصوص موضوع التصوير، مباشرة نطلبهم بيجوا. أنا بحيي جدا صراحة القائمين على المركز الإعلامي بشكل كبير جدا. شكرا لكم.